السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هناخد درس جديد بعنوان من التراث المصري، وهنتعلم فيه معلومات جديدة عن شخصيات، وهنكتسب معلومات كتيرة مفيدة وشيقة. طيب، قدامي صورة جميلة لمصر، مصر بس منذ فترة طويلة. طيب، يعني ايه منذ فترة طويلة؟ يعني من سنين كتيرة. كانت مثلا الشوارع في مصر، شكل البيوت كان بيكون بالطريقة دي. طيب، تعالوا نعرف التراث المصري زمان كان فيه ايه، زي شكل البيوت القديمة، ونتعرف على شخصيات كانت موجودة زمان ومؤثرة لحد دلوقتي بإنجازاتها العظيمة اللي قدمتها لمصر. اول شخصية معانا من التراث المصري شخصية نجيب محفوظ. نجيب محفوظ روائي مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب. طيب، تعالوا بالراحة كده نفهم يعني ايه روائي مصري ويعني ايه حائز على جائزة نوبل. طيب، قدامنا صورة نجيب محفوظ. نجيب محفوظ روائي مصري. روائي يعني كاتب للروايات، والروايات هي بتكون قصص بس طويلة شوية عن القصص العادية اللي احنا كأطفال بنقرأها. طيب، حائز على جائزة نوبل في الأدب. جائزة نوبل هي جائزة بتمنح للمتفوقين في بعض المجالات، زي أحمد زويل حصل عليها على ان هو كان متميز في قسم الكيمياء. فنجيب محفوظ قدر ان هو يحصل على الجائزة دي عشان كان متفوق في مجال الادب. تاني شخصية معانا مؤثرة بعد نجيب محفوظ وحصلت على جائزة نوبل، هنلاقي ناس كثيرة حصلت على الجائزة دي في مجالات مختلفة، وابطال اللي موجودين معانا النهاردة اكتر واحد مميز فيهم هو نجيب محفوظ. لو دورنا على الانترنت على ناس مميزة حصلت على الجائزة دي، هنلاقي ناس كتيرة جدا حصلت عليها في مجالات مختلفة. اهم حاجة ان انا اركز واعرف ان نجيب محفوظ حصل عليها في تفوق في مجال الادب اللي هو كتابة القصص والروايات. طيب، ايه اهم الاعمال بقى اللي نجيب محفوظ عملها، او ايه افضل الروايات اللي كتبها؟ افضل الروايات في الادب العربي الحديث اللي كتبها نجيب محفوظ ومازال منذ ما اتكتبت ان الشباب بتقرأها وبيعجبوا بيها، اعماله الثلاثية. ايه هم اعماله الثلاثية؟ رواية اسمها السكرية، بين القصرين، قصر الشوق. يبقى اعمال نجيب محفوظ الثلاثية السكرية، بين القصرين، قصر الشوق. طيب، تاني شخصية معانا هي شخصية النحات محمود مختار. وكلمة نحات يعني بينحت حاجات من المواد الخام زي الصخور، وبيقدر ان هو يشكل بيها اجسام كتير. طيب، محمود مختار فنان بارع في النحت، بيقدر ينحت تماثيل كتير جدا وبيعملها بشكل جميل جدا. فمحمود مختار فنان بارع في ايه؟ في النحت. وعرفنا يعني ايه نحت، زي التمثال اللي قدامنا ده تمثال منحوت، بيكون فيه مادة خام صخر مثلا، بيقدر هو يشكله بالادوات الحادة، وبيقدر يجسمه في شكل مجسم هو عاوز، مثلا يعمل تمثال لهر، تمثال لإنسان، تمثال لأبو الهول. يقدر من خلال المادة اللي معاه ان هو يشكل اي حاجة هو عاوزها، عشان كده بقول عليه ان هو فنان بارع. طيب، محمود مختار عمل ايه عشان اقدر افتكره ويكون مميز، مع ان هو مش عايش دلوقتي، هو توفى، عمل التمثال ده؟ طيب، اكيد التمثال دوت مشهور ومعروف منذ فترة. طب ايه التمثال ده يا ميس؟ تمثال محمود مختار اللي نحته ده اسمه تمثال نهضة مصر، والتمثال ده محطوط في ميدان موجود في الجيزة،
او ناحية شارع جامعة القاهرة، موجود في الجزء ده. طيب، وموجود لحد دلوقتي من فترة طويلة جدا. والتمثال دوت مصنوع من مادة الجرانيت، المادة اللي أنا شايفها دي، الصخور الصلبة دي. طيب، التمثال ده رمز لمصر الحديثة، مصر الحديثة اللي هي فيها معالم سياحية مشهورة قوي وكتيرة، زي ايه؟ زي برج القاهرة، القلعة، الأهرامات، أسدين، قصر النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون. كل دي معالم موجودة في مصر الحديثة. طيب، تالت شخصية معانا هي شخصية أثرت بصوتها الجميل ومازال الناس بتسمعوها، من أولاد صغيرين لشباب لشيوخ وكبار. طيب، مين هي دي؟ دي اسمها أم كلثوم. أم كلثوم كانت أفضل مغنية في العصر الحديث على الإطلاق، ومن كتر ما هي صوتها كان جميل ومؤثر في الناس أطلقوا عليها لقب كوكب الشرق. كوكب الشرق هي لقب لأم كلثوم. أم كلثوم غنت أناشيد وأغاني كتيرة جدا. طيب، أهم الأغاني اللي غنتها عن الوطنية، غنت عن مصر أغنية اسمها مصر تتحدث عن نفسها. مصر تتحدث عن نفسها. طيب، تعالوا هنا معايا، عايزين نبدأ نستخرج بعض الاستخراجات من الفقرات اللي قدامي دي. نجيب محفوظ، روائي مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب، من أشهر أعماله الثلاثية، وهي من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث. طيب، هيا أستخرج أول حاجة تنوين، روائي مصري حائز. روائي مصري حائز، التلات كلمات فيهم تنوين بالضم. طيب، لما اجي ابص مثلا واقول هو الكلمة اللي بيكون فيها تنوين بالضم او بالكسر او بالفتح بقول عليها ايه؟ بقول عليها اسم ولا فعل؟ بيكون اسم. التلات كلمات دول اسم. على جائزة نوبل، على من الحروف حرف جر، جائزة اسم، اسمه فيها لام ايه؟ فيها لام على جائزة نوبل، على حرف جر، جائزة نوبل، جائزة، جائزة ما فيهاش لام، انا قلت لام، لا ما فيهاش لام، جائزة فيها مد بالالف. طيب، هي اسم ولا فعل؟ هي اسم، يبقى جائزة اسم، ونوبل اسم. في الادب، في حرف جر. طيب، الأدب، الأدب لام شمسية ولا لام قمرية؟ الأدب لام قمرية. من أشهر أعماله، من حرف جر، أعماله اسم، وهي واو حرف، هي بقول عليه ضمير غائب، من أفضل الروايات، من حرف جر، الروايات، الروايات، الروايات لام شمسية ولا قمرية؟ لام شمسية. في حرف جر الأدب، عرفنا ان هي لام قمرية، واي كلمة بتبدأ بألف ولام بقول عليها اسم، العربي الحديث لام قمرية. طيب، محمود مختار، فنان بارع في النحت وصاحب تمثال نهضة مصر، صنع هذا التمثال من الجرانيت ويعد رمزا لمصر الحديثة. كلمة فنان بارع، الاتنين فيهم مد بالألف، في النحت، في حرف جر، النحت لام شمسية، وصاحب تمثال، صاحب
تمثالي. الاتنين اسم والاتنين بقول عليهم فيهم مد بالالف عشان في الف وسط الكلمة قبلها فتحة. نهضة مصر، نهضة مصر اسم ومصر اسم. صنع، صنع فعل. هذا اسم إشارة. التمثال، التمثال لام شمسية. من الجرانيت، من حرف جر. الجرانيت اسم وبقول عليه لام قمرية. ويعد رمزا، يعد فعل. رمزا اسم وفيها تنوين بالفتح. لمصر الحديثة، الحديثة لام قمرية وبقول عليها اسم عشان بدأ بألف ولام. أم كلثوم هي أفضل مغنية في العصر الحديث، ولقبها كوكب الشرق. غنت أناشيد وطنية كثيرة، ومن أغانيها مصر تتحدث عن نفسها. طيب قدامنا كده بعض الأفعال نستخرجهم في البداية. أفضل مغنية في العصر الحديث ولقبها كوكب الشرق. غنت، غنت فعل. أناشيد وطنية كثيرة كلها أسماء وفيها تنوين. ومن أغانيها، من قلناها وكررناها أكتر من مرة إن هي حرف جر. أغانيها اسم وفيها مد بالألف. مصر تتحدث، تتحدث فعل عن حرف جر. مغنية تن هي أفضل مغنية فيها تنوين. كوكب الشرق، كوكب والشرق الاتنين أسماء. نلاحظ إن كلمة الشرق لام شمسية ولا قمرية؟ لام شمسية. نكرر المعاني ونحفظ دايما عشان تثبت المعاني، بتثبت يا ولاد بالتكرار. روائي كاتب، حائز حاصل، حائز حاصل. رمز علامة، لقب اسم. تتحدث، تتكلم. بارع ماهر. الكلمة وعكسها، أفضل أسوأ، أفضل عكسها أسوأ. الحديث القديم، الشرق الغرب. كثيرة قليلة. تتحدث، تصمت. مصري، مصريون. مصري، مصريون. روائي، روائيون. جائزة، جوائز. الأدب، الآداب. فنان، فنانون. بارع، بارعون. تمثال، تماثيل. رمز، رموز. مغنية، مغنيات. العصر، العصور. لقب، ألقاب. الجمع والمفرد، أعمال مفردها عمل. الروايات مفردها رواية. أغاني مفردها أغنية. أناشيد، نشيد. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة، وأشوفكم مع درس جديد تستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.